حصل لي الشرف باش نكون رئيس لجنة التحكيم الدورة الثالثة للمهرجان الدولي لفيلم الكوميديا بالرباط. وأول مرة تنحضر لهذا المهرجان لأن ما سبقليش باش حضرت الدورات اللي دازت، خصوصا أن الدورة الثانية كانت في ظروف ديال البانديمي ديال الكورونا. دوزنا وقت زوين، خمس ايام كانت يعني عامره، كانت بعدا ندوات وشاركت في واحد لاتولي حول الكتابه ديال الفيلم كوميديا. ومن بعد الافلام اللي شفنا يعني واحد سيليكسيون جميله، لحد الافلام كانت من المانيا، من ايران، من بولونيا، من خصوصا بان شفنا حتى واخا كنت انا رئيس اللجنه ديال التحكيم ديال الفيلم الطويل، كنا شفنا حتى الافلام القصيره اللي كانت جيده. وبالنسبه للفيلم الطويل واحد مازال ما عطيناش النتائج، ولكن نقدر نقول لكم بانه تنتمناو انه الاختيار ديالنا كان اختيار في محله. نقدر نقول لكم بانه حاولنا نكونوا يعني موضوعيه، اذا ممكن نكونوا موضوعيين باش نكونوا عادلين، ونتمنوا انه الاختيار يكون طبقا الانتظار اللي تنتظروا الناس ديال الجمهور، وخصوصا السينيفيليين منهم، لانه النوع ديال الكوميديا هذا النوع ديال الكوميديا نوع ماشي جديد، لانه الكوميديا دائما كاينه، غير اللي لاحظت الجوده ديال الفيلم الكوميدي يعني ولات الان تتقرب كثير من الجوده ديال الافلام، ما يسمى بالافلام المؤلف لي فيلم دوتور وداك الشيء، يعني فيهم جميع يعني ماشي الضحك الساهل وداك الكا، ولا خص يعني القواعد والضوابط ديال الافلام خصها تكون محترمه. وتنتمنى النجاح للدوره القادمه في الرباط، ونتمنى نكون نحضروا فيها حتى هي.